سيدي الكريم، لكل شاعر قصيدة تكون دائما لها وقع ولها أهمية بالغة عنده. بلا شك أن لكل شاعر قصيدة بين القصائد، هي في الحقيقة قصائده كلها كما يقال القصائد كالبنات، كبنات الشاعر يغار عليها جميعها. وأحيانا القصيدة الواحدة عندما تأتي لتنزع منها بيت يؤلمك نزع ذلك البيت، وكأنك تشعر أن هذه القصيدة جسدا أو شيئا يقتطع، وكأنك تقطع بالسكين. لكن يبقى أنه هناك أحداث زمانية ومكانية يتعلق بها الشاعر، تحيي فيه وجدانا معينا، تحرك فيه مشاعر فياضة لا يقاومها، من بينها مرابع الصبا والمناطق والأماكن التي عاش فيها أولى مراحله الطفولية، يبقى لها حنين خاص. فهذا في يوم من الأيام ذهبت إلى تلك المواقع أو تلك الأماكن التي عشنا فيها الصبا، اللحظات الأولى للطفولة، كتبت هذه القصيدة، وأصبحت بعد هذه القصيدة قريبة إلى قلبي، وأريد أن أسمعك إياها.